السلام عليكم يعطيكم العافية. بهالفيديو رح نعمل انبوكسنج وتركيب للام دوت 2 اس اس دي للبلاي ستيشن 5 ورح نركب البلاك ام دوت 2 اس اس دي من وسترن ديجيتال. وخلينا نعمل انبوكسنج سريع. طبعا العلبة فيها ام دوت 2 كتيبات فقط لا غير، وما في معها حتى برغي، وهي النسخة بتيجي بسعة 2 تيرا بايت واتوقع انه اكثر من كافي، وكمان بيجي معه هيت سينك للتبريد. وخلينا نفك القاعدة ونفتح الغطاء الجانبي من جهة الديسك، ولازم يكون عندك مفكات في البيت حتى لو انك مش فني صيانة، وبضل احسن 100 مرة ما تستعمل السككين بالبيت عشان ما تعمل مصيبة. وبنفك شلت التخزين، وبنلاقي هالقطعة واللي بنركبها على نفس مستوى برغ الام دوت 2، وبندخل الام دوت 2 في المنفذ وبندفعها للداخل. لا تخاف ما راح تخرب، هي هيك بالاصل طريقة تركيبها، وبنثبتها بالبرغي وبعدها بنركب الشيلد واخيرا الكفر. وبنشغل الجهاز وبنختار تنسيق وحدة الاس اس دي، وبعدها الجهاز بيعطيك السرعة للتخزين اللي ركبته، وبعدها بندخل على الاعدادات وبنختار تخزين، وبتختار الالعاب اللي راح تنقلهم للتخزين الجديد. طبعا حجم التخزين في البلاي ستيشن 5 هو الاسوأ، ولحد الان مش معروف ليش 850 جيجا بايت مش 1 تيرا. والخطوة الأخيرة إنك تدخل وتغير مكان تثبيت الألعاب، سواء بلاي ستيشن 4 أو بلاي ستيشن 5، وتحط الخيارين على الام دوت 2 اس اس دي. وهيك بنكون خلصنا، سلام.